تحيي دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الذكرى العاشرة لوفاة الشاعر الكبير حبيب الزود، أحد أبرز القامات الإبداعية الأردنية في الشعر، والذي وظف قصائده الأجمل في حب الوطن وشعبه وقيادته. وكلما ازددت تأملا وتعمقا في ثقافتنا وقضاياها وتياراتها وتفاعلاتها بين الشرق والغرب، تجلت لي ملامح عبقرية هذا الفتى الأسمر ابن القرية، الذي حقق ثورة وربيعا في القصيدة الأردنية ستمتد آثارها مئات السنين. وتقديري وحبي لحبيب وقربي منه في السنوات الأخيرة ليس نتيجة إعجابي بشخصية أردنية عربية فريدة، وليس مجرد تعلق روحاني ببطل مصيري ارتبط بمرحلة معينة من العمر، إنما هو نتاج تأمل يومي ليومياته وحياته، وتأمل قريب متأن في الآثار القريبة والبعيدة التي تركها هذا الفتى في تاريخ الأردن وثقافته. في هذا اليوم كان اللقاء من أجل حبيب الزيودي، ولكل إنسان من اسمه نصيب، فهو حبيب، حبيب لهذا الوطن، حبيب لكل شاب في هذا الوطن. أنا عندما أسمع شعره أسمع نايا أردنيا، أسمع شبابة تتغزل بالأرض، تشم بها رائحة الشيح والقيصوم والريحان. شخص أحب الوطن فأحبه الوطن. هذه الجائزة تكمن أهميتها من ارتباطها باسم شاعر كبير حفر اسمه في التاريخ، وهو الشاعر حبيب الزيودي. هذه المسابقة يعني احنا متوجه بالشكر الجزيل لأمانة عمان اللي نظمتها، وبنتوجه بالشكر الجزيل ايضا للجنة التحكيم التي عملت يعني في بجهود كبيرة من اجل فرز اسماء الفائزين بهذه الجائزة. كان هناك حضور لافت ومشاركات لافتة للمشتركين من خلال دواوين الشعرية للكبار وللشباب القصائد الشعرية. كان هناك تنافس حقيقي ما بينهم، قمنا على فرزهم على عدة مراحل، وكان هناك صراحة يعني ما تم فرزهم في هذه المسابقة أسماء لافتة وحقيقية، وتبشر باستمرارية بحضور الشعر في الأردن. زمان لما كنت صغير كان حبيب الزيودي كبير، أذكر وقفت على بعد متر وحال بيني وبينه خجل كبير، مسافة قصيرة ولكن كان الخجل كبير، يقول له أنا بدي أكبر صير شاعر مثله. فتأخرت بالولادة وهو أسرع بالرحيل، فاليوم أهدي ذلك الطفل الذي خجل أن يقف أمام حبيب الزيودي ويقول له أنه يريد أن يكون شاعرا هذه الجائزة.